شهدائنا احنا جبناه، وحق نحني اخواتنا الابطال جابوه بزياده برضه. تمام يا فندم، وبستاذن حضرتك بس ان احنا كلنا مع بعض كده نقرا الفاتحه على ارواح شهدائنا الابرار يا فندم، وندعي ان ربنا يطلعنا بالسلامه من هاني عشان نرجع نكمل مهمتنا هناك يا فندم، وندعي لابطالنا هناك ان ربنا يوفقهم في مهمتهم يا فندم. كان في طلق ناري وتهتك في الاحشاء الداخليه والتهاب في الغشاء البريتوني. الله يديك الصحه يا بطل الله يا عبد الرحمن، وتقوم بالسلامه يا رب ان شاء الله يا بطل الله، اسمعنا كل خير. وسؤال ترددت عليه من بعض الزيارات برضو لما جات لي، كان بيسالني ايه سبب سعادتك، يعني لخصتها في ثلاث حاجات ان هم سبب سعادتي فعلا. كانت اول حاجه كانت سعادة اصابتي، كان جندي مبطل معايا، كان جندي اسمه محمد فيصل، كان معايا، كان عنده بتر في تحت الركبه في رجليه، وانا عندي بتر رجلي الاثنين، وانا طالع بزحف على ظهري في الدبابه وكانت في النار، هو رجليه السليمه اتعلقت في كرسي الدبابه، انا فديتها له وانا عندي رجلي الاثنين مبتورين، ما سابنيش ونزل، لا ده شدني معوف على رجل واحده وطلعني من وسط النار. دي كانت اول حاجه حسيت ان احنا في ترابط بيننا كلنا. تاني حاجه اما زمايلي ايه غابوا عني بقى، قلت بقى ما هم مش هيجوا، لا لقيت بعدها قعدوا 60 يوم وفتره طويله، وبعد كده لقيتهم مجمعين نفسهم بعد المداهمه ما خلصت اللي انا كنت هشترك معاهم فيها، ونفس المكان اللي انا اتصبت فيه جابوا لي بقى الصور والحاجات وجم قعدوا معايا، وكل زياره بيجمعوا نفسهم عشان يجي لي يبقى حواليا. فدي كان سبب زيارات كتير يعني بتسالني ايه السعاده اللي انت فيها دي، قلت لهم اول حاجات كتير خليني افرح، ده غير العلاقه بينه وبين تانية يعني، ده حاجه كبيره يعني، بالذات مثلا لما تحس ان واحد عمل حاجه الوطن بجد يتشرف بيها ووطنه يتشرف بيه، دي سعاده تانية خالص يعني. فدي رساله والله نفسي يعني توصل لزمايلي اولا يعني، لان انا بحبهم جدا. لو كل مواطن مصري زي النمط ده كده مصر مش ممكن ابدا تعاني من حاجه، عمرها ما تعاني وانتم موجودين بجد، والله عمرها ما تعانوا حضرتك والرئيس والجيش كله موجود، واللي زي محمد واللي زيه كتير، واللي زيه كتير بجد. شوفك في احسن حال ان شاء الله يا محمد والله.